السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية أيكول شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 19 من كتاب باسخيل فرونسي سنة الثالثة إعدادي التاسعة أساسي. لازلنا نواصل مع الدرس ديال سيكسبريمي افيك بوليتيس، أنك تعبر على نفسك أو تتواصل بلباقة. نكملوا مع الاساليب اللي كنستعملوا. هذه تابع للقاعده اللي شفنا في الصفحه 18. تقدر تقول لشي واحد ثاني بريير دو، يعني رجاء ان تفعل كذا. اش كنسميوها لا بريير؟ الصلاه كتسمى لا بريير لان فيها ترجو الله، تدعوه ليسر لك اعمالك، ليدخلك الجنه، لكذا كذا. اذا اش كنسميوها لا بريير؟ فيها دعاء، فيها رجاء. إذن هنا بخيار دو يعني ترجو شي شخص أنه يدير شي حاجة. بخيار دتندغ لي بورتابل، كيكون عندكم شي محاضرة ولا شي أستاذ غادي يدير شي درس في الجامعة ولا هاديك، كيقول لهم طفيو لي بورتابل، ولا شي اجتماع ولا هاديك كيقول لهم سدو التليفونات ديالكم الله يخليك، ولا في المسجد كيقول لهم طفيو التليفونات. كاين تعبير آخر هو جو فو بخي دو، أنا يعني جاية بخي، جاية من بخيار، أنا كنرغبك انك دير هذه الحاجه، ولا كنطلبك ارجوك انك تفعل ديك الحاجه. Je vous prie de croire en mes sentiments les plus sincères، يعني انا كنترجاك انك تثق في مشاعري ولا احاسيسي الصادقه يعني تجاهك. هنا اي لا جونتيس او اي لا بونتي دو، شي واحد تقول له الله يخليك، نترجى نتمنى ان يكون عندك اللطف انك دير لي هذا، نتمنى ان يكون عندك لا بونتي، يعني كاينه لا بوتي يعني الجمال الخارجي، لا بوتي الجمال، وكاينه لا بونتي يعني الطيبوبه الجمال الداخلي. تشوف لا بوتي ولا بونتي الفرق بيناتهم هو لا بوتي الجمال الخارجي، لا بونتي الجمال الداخلي يعني الطيبوبه. اي لا بونتي دو رونجي فوز افير، يعني الله يخليكم يكون عندكم اللطف ولا يكون عندكم لا بونتي الطيبوبه انكم تجمعوا حوايجكم فوز افير، مثلا السيروياتكم حوايجكم، مثلا مربلنش في حاجه كتقول له جمعهم نظمهم رتبهم. هنا بيرميتي موا دو، واش تسمحوا لي انني، بيرميتي موا دو فوز اوفخير مون اد، اسمح لي انني نقدم لك المساعده ديالي، اسمحوا لي نقدم لكم المساعده ديالي، منحكم العون ديالي. اوفخير منح العون او المساعده. هنا سيل فو بلي هذه مشهوره كلشي كيستعملها، يا من فضلكم فيرمي لا بورت سيل فو بلي، اقفلوا الباب من فضلكم. هاد لا فورميل هذه كلشي كيديرها معروفه. هنا فو فولي بيان، واش تبغيو فو فولي بيان اوفرير سيت فينيتر اون ايتوف ايسي، واش تبغيو انكم تحلوا هذاك الشرجم، راه حنا هنا تخنقنا. ماشي كتقول له حل الشرجم حنا تخنقنا، لا بغيتو، لا جات على خاطركم حلوا داك الشرجم احنا تخنقنا. ولي فو بيان، هذه هي الصيغه ديال لا بوليتيس، دي مجموعه من الصيغ يعني استعملوهم كل مره، استعملوا حاجه باش تغنيو الرصيد اللغوي ديالكم. واضح، ندوزو جو مونترين نحاولوا ندربوا. كان كاسيدي سوليني لي مويان سيرفون اكسبريمي لا بوليتيس، سطرو على الوسائل اللي كي كانوا نقدروا بهم اننا نعبروا على لا بوليتيس، يعني ذاك الاحترام او اللطف او اللباقه. دون لي فراز سويفونت، يعني الوسائل اللي كنستعملوها باش نعبروا على هذيك اللباقه في الكلام. هنا اي لامابيليتي، قلنا لامابيليتي هو الود، يكون عندك الود دو مو رابلي بلو تار، انك تعيط لي من بعد. Je suis débordé maintenant. انا دابا انا مرتبك وماشي هو هذاك، لا جات على خاطرك عيط لي من بعد. اذا فين هو هنا الاسلوب ديال لا بوليتيس؟ هو هاد اي لامابيليتي، واضح. نشوفوا في بي فين هو الاسلوب ديال لا بوليتيس. قالك فودري فو و جويندرا نو، واش تبغيو تلتحقوا بينا و جويندرا نو، نو زالون نو ميتر ا طابل، حنا غادي نجلسوا في الطابله، يعني اما ياكلوا ولا يجتمعوا ولا الا بغيتو تلتحقوا بنا جو الله يخليكم. اذا فينا هي الوسيله ديال لا بوليتيس هي هادي. ندوزو لا فراز سي، 500 غرام دو كوتليت سيل فو بلي،
et 250 grammes de viande hachée. Les côtelettes, tu m'as dit, au moment où tu as dit, les qui étaient au dire, les gens qui étaient au dire, côtelettes. وهنا فيوند اشي هي الكفته يبقى لك يقول اللحم المفروم الكفته كده. اذا فينا هو هنا الاسلوب ديال لا باقه 500 غرام دو كوتليت سيل فو بلي اي 250 غرام دو فيوند اشي. اذا هاد سيل فو بلي من فضلكم هي الاسلوب ديال او ما دار لكم نص باش يدير لكم بياج كيستيون بياج. هنا بريير دو نو با جيتي لي زوردور ايسي prière al marjou adam rami al azbal huna idan prière de ne pas al marjou adam hna veuillez signer ici yani min fadlikoum waqi'ou huna veuillez hna je vous prie arjoukoum an ta'dirouni je vous prie de m'excuser je vous prie de m'excuser, je dois passer un coup de fil. Adroni, je dois passer un coup de fil. Je suis allé au téléphone. Quand vous avez passé un coup de fil, j'ai dit que je suis allé au téléphone. Je suis allé au téléphone. Je suis allé au téléphone. هي هادي باسي ان كو دو فيل يعني نعيط في التليفون ندوزو جو ديفلوب اي جو ري انفيستي اللي موراها مباشرة نشوف شنو نطلب منا لاحظ جيدا قال لك تابع قال لك جو ريكري لي فراس سويفونت اعيد كتابه الجمل التاليه اون رومبلاسون بتعويض لامبيراتيف يعني ذاك الامر بار دي فورمي دو بوليتيس ب تعابير ولا تركيبات ديال جمل فيها لباقه فيها احترام فيها لطف بوي بريسيز ومن بعد حدد لي سيتياسيون دو كومونيكاسيون او اون بو لي زيتيليزي واضح ومن بعد نحدد الوضعيات ديال التواصل فين يمكننا نستعملها نتابعو هذا بعنا مثلا سويفي موا تبعوني جو في فو مونتري فوتر شومبر غادي نوريكم الغرفه ديالكم شنو الجمله اللي خصنا نستعملو لان ما تقدرش تقول تبعني يلا تبعني نوريك الغرفه ديالك لا ماشي طريقه ما باقيش يجي عندك كليان كاع اذا شنو تقول له مثلا فيي مي سويفر Veuillez me suivre. Je vais. Kada wa kada wa kada. علاش ما نكملش باش نكتب لكم لا سيتوياسيون هنا وضعيه كان هذا كنستعملوا هذه مثلا دونز ان اوتيل شي اوتيل داك السيد اللي خدام تما كيوريك شنو كيعاين ملي يوريك الغرفة ديالك واضح هنا لا فراس بي قالك اتانيي فوتر سيجاريت سي ان كومبارتيمون نون فيمور اطفي عليا داك الكارلو راه هذا كومبارتيمون يعني مقصورة هي اللي كتكون في التران يعني بحال واحد البيض ديال اللي كيكون في الفاكو بحال دابا شنو التران هو فاكو حدا فاكو حدا فاكو حدا فاكو وداك الفاكو كيكونوا فيه مثلا ثلاثه مقصورات شبيتات صغار اللي كيجلسوا فيهم دوك المسافرين هذيك هي الكومبارتيمون قال لك فيات كارو راه هذا كومبارتيمون دي مقصوره ديال لي نون فيمر ديال الناس اللي ما كيدخنوش ديال عدم مدخنين اللي ما كيدخنوش ما كيكميوش اذا واش غتقول له اطفي عليا داك كارو يلا لا قله الادب كتسمى اش غتقول له جو فو بري ارجوك جو فو prie d'éteindre un acte votre kada cigarette ou tkemmel c'est un compartiment non fumeur aidi ss هو هاد la formule اللي درنا في الاول وهذا الشيء فين كيتقال dans un train
هذاك الكونترولور كيقولها لشي واحد من الكمايه دون ان تران. واضح. ندوزو لا فراز سي. قالك نو فو ميلي با دو سيت هيستوار الي ترو كومبليكي. هنا شي واحد كيقول لشي واحد كيقول له ما سوقكش في هذه القصه هذه راه معقده بزاف يعني تدخل سوق راسك راه تمشكل لا بقيتي تتابع هذه القصه. مثلا شكون يقدر يقول هذه؟ مثلا شي وحده مثلا شي راجل كيقول لمراته مثلا كتقول شي هضره ديال الجيران وشي شي حاجه مشارب كبير الراجل شي راجل ومرته جيرانهم وبيناتهم مشاكل وهذيك والمراه كتبغي تدخل كيقول لها راجلها ولا باها ولا هذيك كيقول لها دخلي سوق راسك راه دخلتي في هذه راك عاد اللي دار راسه في النخاله كينقبوا الدجاج. اذا هنا شنو نقدر يقول؟ يقول لها الا كان باحترام يقول اي لا بونتي دو نو با سو ميلي يكون عندكم اللطف ولا طيبوبه انكم تدخلوا شويه سوق راسكم اي لا بونتي دو نو با تجي حدا حدا لانها يكون لانفينيتيف دو نو با سو ميلي ان هذا الفعل خصو يكون في لانفينيتيف يعني ما مصرفش نو با هاي تجمعوا بيناتهم سو ميلي وتكمل دو سيت هيستوار تكمل من هنا دو سيت هيستوار يعني تدخلوا بنادم يدخل سوق راسو. هنا مثلا شنو غنسميو هاد الوضعية هادي غنقولو ان ماري كي كونساي سا فام زوج ينصح زوجته هذه هي الوضعية التواصل اللي نقدر نقولو فيها هادي ولا اب كيصنع كيصنع كينصح بنته ولا اللي بغيتي دير. هنا لا فرانس ديكك ديفلوبي فوتر ايدي شي واحد عنده شي فكره و اما ناقصه باقا خصها تطور اما كيكون ما عرفش يعبر عليها كيقولوا اما كيقولوا طور الفكره ديالك نمي الفكره ديالك او لا عبر عليها بشكل جيد لان ما فهموهاش. شنو نقولوا مثلا هو ولي بيان voulez bien développer ولكن هذه ما تصرفش نديرها في الانفينيتيف ان دو فيرب كي سو سويف افعال متابعة الثاني كي تحط في الانفينيتيف ما كيتصرفش. هذه شكون يقولها؟ ان انسينيون مثلا استاذ ا سي زيليف استاذ التلاميذ ديالو ولا اب لولادو ولا اللي بغيتي. هنا نو مانتيرومبي با كون جو بارل نو مانتيرومبي با كون جو بارل ما تقاطعنيش ملي نهضر. اذا لا قلتي بغيتي تقولها بطريقه لبقه تقول لهم سيل فو بلي بلي Ne m'interrompez pas quand je parle. Maintenant, un père. Maintenant, un père a ses enfants qui goulent ou les dos. خليوني نكمل هضرتي ولا ما تقاطعونيش. واضح هادو هما الوضعيات اللي نقدروا نهضروا نقولوا بانهم هما هادو. ندوزو جمي فالي. هنا العكس هنا يعطيك وضعيات يعطيك وضعيات ويقول لك شنو هاد لي نونسي اللي تقدر تقول في هاد الحالة هادي يعني شنو الجملة اللي تقدر تقولها في هاد الحالة. واضح. هنا لي سيتياسيون هنا لي زينونسي اللي غتقترح انت هنا الوضعيات غيوصفوهم لك وهنا كيقول لك شنو الجملة اللي فيها بوليتيس اللي تقدر تخدم في هاد الوضعية هادي. واضح. هنا نمشي وحدة وحدة بشوية علينا. الوضعية الأولى قالك لو ريسبونسابل دون بيبليوتيك دو موند قالك المسؤول على شي مكتبة ديال المدرسة ولا ديال الجامعة ولا دو موند ولا ديال البلدية يطلب بوليمون يطلب بأدب أدي زيتيديون يطلب بلطف ولا بأدب ولا بلباقة لي طلاب آخرين طلاب دو نو با فير دو بروي أنهم يديروش صداع بوغ نو با ديرونجي لي زوطخ باش ما يبرزطوش الاخرين يعني الطلاب الاخرين اللي كيقراو
حتى هنا مكتبه وشي كيقرا شي كيدير صداع غيمشي يطلب من دوك اللي كيديروا الصداع انه ما يديروا الصداع بلطف باش يسمعوا له، لان كان هذاك شدوا مع الضد عادي يزيدوا نوضوا يغوتوا. وشنو يقدر يقول لهم؟ يقول لهم مثلا ان بو دو سيلونس، قليلا من الصمت. هنا سيل فو بلي، من فضلكم. فو بلي تقدر تكمل تقول له لي زوتر، لي زوتر ايتوديون، الطلبة الآخرين. لي زوتر ايتوديون فول اس نسيناها، فول سو كونسونتري، باغين يركزوا. واضح. ندوزو للوضعية اللي موراها. قالك لو جيرون دون بوتيك، جيرون هو الشاف ديال واحد البوتيك، ديال واحد المحل تجاري. دوموند يطلبو بلطف اوليمون او كليون للزبناء دو فير لا كو، انهم يديروا الصف. لا كو هي الصف. شنو يقدر يقول لهم؟ اي لا جونتيس، يكون عندكم اللطف ولا اللطف، يكون عندكم اللطف. اي لا جونتيس يعني اتر جونتي، لا جونتيس دو فير باش ديرو، دو فير لا كو او مور de la boutique. De la boutique. يكون عندكم لطف باش ديروا الصف مع الحيط، الملاصق مع الحيط. دو لا بوتيك ديال هذاك المحل التجاري. لا كان الزحام. شنو باش كتفكركم هاد لا كو او مور؟ هو علاش كنسميوه كومير؟ كومير اللي كناكلوه في الفطور. وان في هذا الاستعمار الفرنسي كان المغاربه كيقولوا لهم ديروا الصف باش ديو داك الخبز، ديروا الصف مع الحيط، تجيو لاصق مع الحيط كلكم باش يجيو مرتب من واحد فوق مور واحد، واحد مور واحد، لان لما دار السقوش مع الحيط بقى داك الصف يبقى مخربق. كيقولوا لهم الصف يكون واحد مور واحد مع الحيط، وبقات هكاك باش كتاخذ الخبز. كيقولوا الاخر كيف راسنا كيقولوا كومير كومير، يعني كو او مور. وبقات عند المغاربه كيسحبوا راه كيقولوا لهم الخبز، واش باغي الخبز؟ كو او مور يعني دير الصف مع الحيط. هنا تي دوموند بوليمون ان امبلوي دو لا بوست دو تو ريميتر ان فورمولير امانه، ياك تطلبوا بلا باقه الموظف ديال البوسطه ديال البريد دو تو ريميتر، انه يعطيك ان فورمولير واحد المطبوع ديال امانه باش تعمر المعلومات. شنو تقدر تقول له؟ تقول له فويي veuillez me donner نخليك عطيني، veuillez me donner un formulaire أمانة. واضح. ندوزو للوضعية الأخيرة. داك تي تو سون مال، تي دوموند بوليمون ا تون بروفيسور، داك تحس براسك مضرور يعني مقصح موجع، كتطلب من الاستاذ ديالك بلطف بوليمون يعني بلطف ا تون بروفيسور، الاستاذ ديالك لا بيرميسيون يعني السماح ليك انك يسمح ليك دو كيتي، انك تغادر القاعه ديال القسم، انك تمشي بحالك. علاش؟ لانك مضرور، فيك الوجع ولا فيك هادي. اذا شنو تقدر تقول له؟ تقول له بيرميتي موا permettez-moi de rentrer chez moi. De rentrer chez. Permettez-moi, monsieur, de rentrer chez moi. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens. Ma hache brasse mlih. Je ne me sens pas bien. Ana mdror. واضح. هذه الصفحة 19 كملناها، انتهى. إلى اللقاء.